عبد الفتاح الجريني من النجوم المحبوبين جدا، واللوك بتاعهم غريب شويه وطريقه الكلام وحتى نوعيه الاغاني اللي بيقدمها، وممكن عشان كده عمل حاله حلوه عند الجمهور خلتهم دايما يحبوه ويحبوا يتابعوه. عبد الفتاح الجريني كمان بيحضر لالبومه الجديد وطبعا لاول فيلم ليه اللي سبق واتكلمنا عنه قبل كده في عرب وود، بس من الواضح ان الفيلم بيواجه حاجه مش لطيفه تماما. عبد الفتاح الجريني مشغول اليومين دول بتحضير 12 أغنية، هو بيتعاون في ألبومه الجديد مع فريق كبير من المؤلفين والشعراء والموزعين. قاعدين مع أمير طعيمة ووليد سعد، قعدنا معاه كمان نادر عبد الله، أحمد أبو زيد، محمد غنيمي، كل الناس دول شغالين بنجهز للألبوم إن شاء الله. حبيبي يا ناس وهشيله في عيني ولا غيره يا ناس مالي قلبي. وكمان الالبوم هيضم الوان موسيقيه مختلفه لاول مره، هيبقى فيه مغربي زي كل مره، لما عودت الناس ان انا دايما في البوم بيبقى فيه اغنيه مغربي، ممكن يبقى فيه خليجي كمان لانه مطلوب مني كمان. الجريني مش بس مشغول بالمزيكا، لانه كمان قرر ياخد كورسات تمثيل بس بطريقه مدروسه ومحسوبه. الكورسات شغال عليها بقالي شهرين ونص تقريبا مع استاذه مروه جبريل، بحييها، بتغير فيا جدا، احس انه في اختلاف كبير من اول مره انا دخلت فيها كورس وتاني مره وثالث مره ولغايه يومنا هذا. وحبينا نعرف منه ايه اسباب توقف فيلمه. فيلم لغايه دلوقتي احنا واقفين عشان موضوع الورق، لانه في شويه حاجات اختلفنا عليها. واعترف كمان لينا هو مجنون بيه. السوشيال ميديا، انا مجنون سوشيال ميديا، هتلاقيني كل شويه بطلع وانزل للناس حاجات غريبه. ويا ترى مين اكتر حد بيتابعه على السوشيال ميديا؟ انا بتابع كل الناس، بس بركز شويه في الفيديوهات اللي بيعملوها الفانز، مش حد معين. كل شيء فيك طبيعي اصلي، واللي عندك هو الاصلي، خلي شويه، خلي